فيما تحاول وسائل الإعلام الغربية التضخيم من الأضرار المحتملة لقرار تجديد الحظر على إيران من قبل بعض الدول الغربية، وفي خضم الحديث عن هجمات جوية محتملة على المواقع النووية، دشنت إيران وبحضور الرئيس محمود أحمد نجاد أول طائرة قاذفة بدون طيار محلية الصنع تحمل اسم كرار قادرة على حمل مختلف أنواع القنابل بعد يوم من تشغيل محطة بوشهر النووية. وخلال كلمته في حفل تدشين الطائرة، حذر الرئيس أحمد نجاد من أن إيران ستقطع يد المعتدين قبل أن تمتد إليها، مؤكدا عدم رغبة طهران في شن هجوم على أي بلد، لكنها لن ترضخ للظلم. وأشارت التقارير إلى أن طول الطائرة يبلغ 4 أمتار وقادرة على حمل ذخائر وتنفيذ مهام لتدمير أهداف على الأرض، كما أنها قادرة على التحليق لمسافات بعيدة. ويشهد هذا الاحتفال كل عام عرض أحدث ما أنتجته الخبرة الوطنية الإيرانية التي نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير عدد من الأسلحة الجوية والبحرية، بينها أنواع مختلفة من الصواريخ وغواصات وبارجات حربية. وكانت إيران قد أجرت قبل يومين تجربة ناجحة لصاروخ أرض-أرض من طراز قيام واحد يعمل بالوقود السائل ويتمتع بقدرة تكتيكية كبيرة تحد من فرص رصده بسبب أنه معدوم الزعانف وقادر على إصابة الهدف بدقة متناهية.